السلام عليكم أيها الأطفال الصغار، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مبروك عليكم النجاح، وكنتمنى إن شاء الله هذا الصيف تدوزوه في قراءة القصص وقليل من اللعب وكذلك السباحة وممارسة الرياضة. غادي نعاود لكم اليوم واحد القصة زوينة ونتمنى أنها تعجبكم. هي قصة واحد البنية صغيرة سميتها ناغم والقطيوطة ديالها لولي. إذن هاد البنيتة هادي اللي سميتها ناغم كانت كتعيش مع ماماها وباباها في واحد المنزل اللي هو زويون، وكانت كتبغي ماماها وباباها بزاف، وحتى ماماها وباباها كانوا كيبغيوها، وكانوا مربين واحد المشيشة صغيرة يلا كيف تزادت ورباوها، وكتعتبرها ناغم بحال عنصر من الأسرة ديالها وسماتها لولي. وهاد المشيشة كانت عزيزة عليها، كتعطيها الماكلة، كتلعب معاها، كتدوش لها، كتوريها بعض الألعاب، ومهم كانت كدوز معها أوقات جميلة. إيوا واحد النهار جا الصيف وكان خاصنا غير تسافر هي وماماها وباباها، ولكن ما كانش ممكن أنهم يديو المشيشة لولي لأن كانوا غادي يسافروا عبر الطائرة. إذن كان لازم عليهم يخليوها، كانت كبرات شوية، كمان كبرات شوية، كانت تأكل بوحديتها، كدير أكو كتعرفوا نتوما القطط كيديروا الحاجيات ديالهم بوحديتهم. إيوا مهم خلات لها الماكلة ديالها بزايد، خلات لها أي حاجة تقدر يعني تستمتع فيها في الغياب ديالها. ايوا مشات ناغم ركبت في الطائرة لأول مرة، وكانت تجربة زوينة اللي عجبتها بزاف، ومشاو سافروا خلاو لولي بوحديتها في الدار. السلام عليكم أيها الأطفال الصغار، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مبروك عليكم النجاح.